خلونا حضراتكم علشان برضو تشاركونا، مش عايزين النهارده كلامنا هو يبقى انا الاستاذ سميح اللي هو مسيطر على المساله، انتوا كلامكم النهارده الاصل. صح. ابعتوا لنا حضراتكم فيديوهاتكم، كلمونا عن هذه المعاناه لقطع الكهرباء ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات. الان على البث المباشر الاستاذه سهى عادل او سهى عادل بتقول ده في بتقطع عندنا بالاربع ساعات وفي كفر سعد في دمياط، والناس في اكتر من مكان النهارده ومحافظه بيكلمونا البث المباشر بيقولوا لي هو طلعي يا دكتور احمد ساعتين الصبح وساعتين بالليل وساعتين اخر النهار. الناس كلها بتشتكي، كلمونا بقى من كل محافظات مصر. نزلوا لنا كده رقم على الشاشه كده يا جماعه، هاتوا لنا الرقم على الشاشه، يلا كلمونا ابعتوا لنا حضراتكم قولوا لنا وضعكم ايه. ده طبعا الكلام ده للي عنده كهرباء ومتابعنا. انا عاذر بقى دلوقتي الناس اللي ما عندهاش كهرباء مش متابعنا اصلا، الناس اللي مقفله الدنيا عليها خالص. هنتظر رايكم، اتكلموا وقولوا وضعكم ايه في الكهرباء. انقطاع كهرباء، انقطاع ميه، انقطاع انترنت، انقطاع الحياه، الضلمه اللي هم فيها حتى الان. رايكم هو الاصل عندنا النهارده. اليوم ان شاء الله اليوم ايه؟ ده كل يوم. انتوا رايكم معانا هو الاصل والاساس. راي الشارع المصري. حالا تليفونات تنزل الان على الشاشه، كلمونا قولوا لنا الوضع ايه. عايز ارجع تاني للتويته بتاعت الاستاذه لميس الحديدي اللي انا بشكرها عليه. كم من مره هاجمنا هنا الاستاذه لميس وباقي السلطه التي تطبل وترقص ليل نهار لهذه السلطه. انما في الحقيقه الكلمه دي ده لساننا، ده حالنا، ده اللي احنا بنقوله دايما لحضراتكم. لما تيجي الاستاذه لميس يا الاخرى تقول كلمه حق زي دي، ان محافظه الصعيد اخبارها ايه وبتقطع فيها كام ساعه وقطع الكهرباء يعني قطع الميه والتليفون والانترنت وخراب الاجهزه الكهربيه، وبتسال مين هيعوض الناس عن كل ده، وفي النهايه فين افق الحل؟ لازم نعرف ده حقنا، ده حقنا، لازم نعرف. انا حقيقه بقول شكرا لميس الحديد، شكرا الاعلاميه لميس الحديد. لما تضبطي نفسك حضرتك ويبقى كلامك هو كلام الناس وصوتك هو صوت الناس وتنقلي آلام الناس، هو ده دور الإعلام الحقيقي. بشكرك إن أنت الآن تطلعي على الشاشة وأنت طالما دافعتي عن هذا النظام بالروح بالدم وحاولت تبرري كل أخطاء وأزماته السابقة. الآن في لحظة ضمير حين تفيق الأستاذة لميس وبعض أبواق السلطة، ده رائع جدا جدا. وهي بتقول إلى رئيس الوزراء المشغول بتشكيل حكومة، ليه مش بنستورد غاز الكهرباء بدل بهدلتنا؟ سؤال منطقي جدا. اهو الى رئيس الوزراء المشغول بتشكيل الحكومه، فيه فلوس اهو لاستيراد الغاز غير فلوس راس الحكمه، صندوق النقد، استثمارات الاجانب في ادوات الدين 30 مليار دولار. ليه مش بنستورد غاز الكهرباء بدل بهدلتنا؟ اهو بتقول له عندكم فلوس، الفلوس عندكم مليارات، ما تقولوش الفلوس كلها راحت سداد ديون، لاننا لم نسدد كل ديون شركات البترول الاجنبيه، وده احد اسباب نقص الغاز. الفلوس اتصرفت فين؟ عاوزين اجابه، ده حقنا. وليه ما كانش عندك اي تخطيط اصلا لنقص الغاز؟ وبلاش بقى قصه موجه البحر الحر المفاجاه، لانك بتقطع الكهرباء في الحر والبرد. كلام حقيقه، هو ده يا استاذه لميس. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه يا استاذه، يا بنت الشعب كده، انت كده فعلا مصريه، بنت مصريه. اتكلمت لاول مره عن حقوق المصريين، اتكلمت عن الحر وعن الموت وعن المشكلات وعن الازمات. لحضراتكم مفيش موقف اطلاقا بيننا وبين اي مذيع او اعلامي او صحفي مصري غير كلمه الحق. كل خلافاتنا معاهم على كلمة الحق. لما كلمة الحق تطلع وإن احنا نكون مع بعض بكلمة حق في هذا الوقت، شكرا. شكرا لميس الحديد. بالمرة نشكر الأستاذ عمرو أديب. إن عمرو أديب برضه سبحان الله، سبحان الله. الراجل برضه حقيقة بدأ يتكلم عن هذا الموضوع وبيقول إن هو مش مبسوط. والكهرباء بتقطع أكتر من ثلاث ساعات وبدأ يقول حقيقة للناس على الشاشة. شكرا. يا جماعة الآن والله العظيم ما في بينا خلافات على ميراث ولا احنا في بينا خلافات شخصية، احنا في النهاية كلنا بنتفق على حرية وطن، كرامة وطن، على عدالة يتمتع بها المصريين. ادي برضو الأستاذ
عمرو أديب بيقول هو الآخر كلام في صالح الناس ويتحدث باسم الناس عن قطع الكهرباء أكتر من 3 ساعات في عز الحر. عمي بقوا 3 وأنا مش قادر أفهم إزاي يبقوا 3. يعني معلش بقى أنا آسف، في ناس أصلها تقول لك إيه خلاص يا عم فهمنا. لا أنا مش فاهم، أنا آسف، أنا كمواطن مش فاهم ومش سعيد إنه بقوا 3. يعني هل من حقي أقول كده؟ أنا عارف أنتوا هتقولوا لي أنت مش وطني. أيوه أنا مش مبسوط إن هم بقوا 3 ساعات، ومش أنا بس، ناس كتير مش مبسوطة إن هم بقوا 3 ساعات. هل ده عيب إن إحنا نقول إن إحنا مش مبسوطين؟ إنما أيضا ما تقوليش وأنا محجوز في الأسانسير، ما تقوليش وأنا عيالي واقف بيهم مش عارف أروح بيهم فين، ما تقوليش وحياتي كلها بتتغير. وخد الحقيقة التانية علشان محدش عايز يقول ولا يتكلم. لا يا باشا مش بتتقطع 3. يا سيادة المسؤول الكبير في مصر، أنا ببلغ لرئيس الوزراء وببلغ لكل الناس إنها بتتقطع أكتر من 3. ما أنت لازم تعرف، ما أنت لازم تعرف، ما أنت ما هو أنت قاعد على تقارير.